مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذه النافذة الإخبارية من العاصمة تونس، والتي سننقل لكم من خلالها مجريات ثالث استحقاق رئاسي منذ 2011 وأول رئاسيات بعد إجراءات 25 جويلية الاستثنائية. نرافق الحدث الانتخابي باستوديوهات تحليلية ترصد المشهد وتفاصيله عبر شبكة موفدنا إلى عدد من ولايات الجمهورية التونسية. دخلت تونس السبت فترة الصمت الانتخابي لتستمر إلى إغلاق آخر مكتب اقتراع مساء الأحد 6 أكتوبر موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، انتخابات تستمر لليوم الثاني تواليا على لدى أفراد الجالية التونسية في الخارج عبر أكثر من 400 مكتب اقتراع موزعين على نحو 59 بلدا. ويتنافس في الحدث الانتخابي الرئيس والمنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية، إضافة إلى الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي وكذا رئيس حركة عازم العياشي زمال. وللحديث حول الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ الدكتور زهير بعمام محلل قناة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ زهير. مرحبا. مرحبا أستاذ رمزي، تحية لك ولمشاهدي قناة الجزائر الدولية. وأيضا الأستاذة وفاء بن محمد الكاتبة الصحفية. أهلا وسهلا بك أستاذة وفاء. مرحبا بكم، مرحبا في برنامجكم، مرحبا بكم بيننا في تونس. أهلا وسهلا أستاذة وفاء. وقبل بداية النقاش مشاهدينا نرصد المشهد في الميدان من خلال شبكة موفدينا، زميل فهم أبو عبد الله من العاصمة تونس، وأم الخير حميدي من ولاية الكاف الحدودية، وأسامة بوهنا من ولاية صفاقس، و علاء الدين مديني من ولاية تطاوين. إذا أبدأ مباشرة معك فهم، كيف ترصدون المشهد العام لهذه الانتخابات في تونس؟ نعم رمزي، إذا كما أسلفت قبل قليل في مقدمتك، تونس أو العملية الانتخابية دخلت مرحلة الصمت الانتخابي ابتداء من ليلة أمس. الأجواء هنا بالعاصمة التونسية صبيحة اليوم هادئة، ممزوجة بحالة من الترقب لما ستفرز عنه صناديق الاقتراع ابتداء من صبيحة الغد، أين سيدلي أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي الثالث الذي تشهده تونس منذ 2011. تجدر الإشارة كذلك رمزي إلى أن الكثير من المراقبين والمتابعين للعملية السياسية في تونس ولهذا الاستحقاق الرئاسي يجمعون بأن هناك نوع من الإنسيابية وكذلك نوع من الهدوء والتحكم في العملية الانتخابية وفي تنظيمها سياسيا وتقنيا وكذلك لوجستيا، وهذه الآراء كذلك تجمع على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقيادة رئيسها فاروق بوعسكر، وهو الذي كان قد صرح في أول ندوة صحفية له مباشرة بعد تدشين المركز الدولي للمؤتمرات، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى الرغم من المواثيق القانونية وكذلك اللوائح القانونية التنظيمية لمثل هذه المواعيد الانتخابية، إلا أن جوهر الانتخابات ما زال محافظا على نفس الانتخابات الرئاسية أو على نفس الوتيرة كذلك، وبالتالي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل ما قال فاروق بوعسكر والكثير من المحللين وحتى الصحافة المتابعة لهذا الاستحقاق الرئاسي، كل هذه التراكمات الانتخابية وأكثر من 10 موعد انتخابي نظمته هذه الهيئة المستقلة للانتخابات مكنها ربما من اكتساب نوع من التجربة على المستوى اللوجستي وعلى المستوى التقني وعلى مستوى الاستعداد والتحكم في تنظيم واحد من أكبر الاستحقاقات الانتخابية الذي تشهده تونس في هذه في السنوات الأخيرة. تجدر الإشارة كذلك نقلا للمشهد هنا بالعاصمة التونسية أن هناك حالة من الهدوء ممزوجة
بشيء من الترقب لدى المواطنين والناخبين التونسيين على ما سيفرز عليه صندوق الاقتراع، ابتداء كما ذكرت وكما ذكرت أنا قبل قليل، ابتداء من الساعة 8 من صباحة يوم غد، أين ستفتح صناديق الاقتراع بعد بداية الانتخابات الرئاسية لدى الجالية التونسية بالمهجر قبل أيام قليلة، وفيه بعض ملامح كذلك تسجيل نسب مرتفعة خاصة لدى الجالية التونسية بالخارج. رمزي، نعم، شكرا لك فهم أبو عبد الله. نعم، شكرا جزيلا لك فهم أبو عبد الله من العاصمة تونس إلى ولاية الكاف الحدودية أن تتواجد الزميلة أم الخير حميدي. أم الخير، إذن ولاية الكاف الحدودية تأخذ بعدا هاما بالنسبة للناخبين التونسيين، إذن كيف هي الاستعدادات لهذا الاستحقاق سواء على المستوى الرسمي والشارع في التونسي في الكاف؟ نعم رمزي، إذن كما ذكرت نحن متواجدون في ولاية الكاف ولا نبعد عنكم عن العاصمة تونس إلا بنحو 170 كيلو متر في الشمال الغربي. بالنسبة للمشهد السياسي ربما أجمله فاهم من تونس هو نفس المشهد وإن كان بشكل متفاوت عن ولاية الكاف، أما بالنسبة لصمت الانتخابي فولاية الكاف تعيش هذا صمت الانتخابي بكافة جوانبه بالنسبة للطبقة السياسية والفاعلين في هذه الانتخابات الرئاسية، ولكن بالنسبة للشارع هناك ترقب كبير لمخرجات هذه الانتخابات، واليوم غد بالنسبة لهم هي محطة فاصلة ومهمة في تاريخ تونس. أما بالنسبة للاستعدادات يمكن تقسيمها إلى مستويين، المستوى اللوجستي، الهيئة المستقلة للانتخابات عبر ممثليها هنا في هذه الولاية تحدثوا عن أن كل الاستعدادات وكل الجوانب جاهزة سواء ما تعلق بالمواد الانتخابية من حبر من أوراق وانتخابية وغيرها من المواد، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للهيئة الناخبة المسجلة والبالغ عددها نحو 203,446 موزعة على 209 مراكز اقتراع و 282 مكتب اقتراع. الجديد في هذه التحضيرات هو أن الهيئة وخلافا عن الانتخابات السابقة أنها قامت بإتاحة 10 خيام موزعة على المناطق المتواجدة عن بعد أو بعيدة عن مراكز الاقتراع المتواجدة والتي تنظم هنا في تونس رمزي في المؤسسات التربوية خاصة الابتدائيات، وهذه المرة أيضا تم إضافة المعاهد. هذا من الجانب اللوجستي. أما بالنسبة أيضا نقطة جديدة هو أن الهيئة قامت بإتاحة لوحات إلكترونية لمراكز الاقتراع وذلك من أجل الإرسال المباشر لنسب المشاركة ولمحاضر التصويت. أما من الجانب البشري الأمر نفسه، هناك تجهيزات تم تفويض أكثر من 1400 مدير رئيس مركز اقتراع وأعضاء ومراقبين للعملية الانتخابية تم تكوينهم خلال المرحلة المقبلة وذلك من أجل أداء مهامهم بالشكل الأنسب رمزي. نعم أم الخير حميدي، إذن ننتقل من الكاف الحدودية إلى أصفاقس أين يتواجد زميل أسامة بوهنا. إذن أسامة قرب لنا المشهد الانتخابي في أصفاقس. اهلا وسهلا رمزي، اهلا بكم مشاهدينا، طبعا متواجدون دائما بولايه صفاقس شرق البلاد. البلاد فعليا دخلت في مرحله الصمت الانتخابي وهذا ما استشعرناه خلال الساعات القليله الماضيه، ونحن على بعد ساعات قليله فقط من فتح مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبين. الكتله الناخبه بولايه صفاقس هي الاكبر على الجمهوريه بكتله تقدر ب 800 الف ناخب، سيتوجهون الى 400 مركز اقتراع غدا بدايه من الساعه 8 صباحا. بالحديث عن التجهيزات والترتيبات، نحن رافقنا الهيئه المستقله للانتخابات بولايه صفاقس منذ مساء امس الى غايه صباح اليوم، اين تم توزيع الصناديق على كل مراكز الاقتراع المعنية بهذه الانتخابات، إضافة إلى 6 خيمات تم إنشاؤها في الأماكن المعزولة لإتاحة الفرصة للناخبين للوصول إلى مراكز
التصويت. بالنسبة للأصداء هنا في صفاقس قد تختلف نوعا ما عن تونس العاصمة، صفاقس هادئة نسبيا مقارنة بالعاصمة، ولكن ردود الفعل متباينة حول هذه الانتخابات، ولكن فيه إجماع وفيه ترقب كبير لما ستفرز عنه هذه الانتخابات من رئيس قادم لتونس. هذه فرصة كما يقول أو تقول النخب السياسية والأكاديمية، فرصة للرئيس قيس سعيد لتمديد عهدته، وفرصة كذلك للتونسيين لتقييم ما تحقق خلال العهدة السابقة. هناك متنافسين اثنين ربما أدارا حملتهما الانتخابية ولهما وزنهما في الشارع التونسي. هذا هو المشهد العام رمزي في ولاية صفاقس، في انتظار كذلك الساعات القليلة القادمة وما ستسفر عنه رمزي. شكرا لكم على كل هذه التفاصيل. إذن أمر الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو، وأبدأ مباشرة معك أستاذة وفاء بن محمد الكاتبة الصحفية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد جاهزيتها التامة للحدث الانتخابي في تونس، كيف ترصدون ذلك؟ بالفعل هي من أبرز ملامح الانتخابات الرئاسية في تونس هو جاهزية الهيئة العليا المستقلة، وهذا ما أكدته في العديد من المناسبات، تؤكد أنها جاهزة لوجستيا ماديا وبشريا. وظهر لي أكبر دليل شفناه توا مع مراسليكم خاصة في العمق الصحراوي، يعني عمق الجنوب اليوم، معناتها تمكن الهيئة تحب تقول اللي أنا جاهزة حتى للنقاط التي لا تصل تصلها يعني من العادة مكاتب الاقتراع. اليوم كي توصل معناتها في العمق الصحراء وتطرق باب يعني وتمكن التونسيين في أكبر شركات بترولية في العمق الصحراء، دليل على أنها قدمت خطوات مهمة وتمرست وتدربت كثيرا، لأنها في السابق كانت يعني تحيط بها العديد من الاتهامات بأنها مقصرة في الجاهزية خاصة. هذه المرة على عكس المناسبات الأخرى حتى التشريعية أو الانتخابات العادية، اليوم هي جاهزة، نحن نراقب كإعلاميين جاهزيتها في مستوى كبير خاصة لوجستيا وبشريا كما قلنا وماديا. وبصراحة يعني وأنا في الاستوديو أتلقى رسائل يعني باستمرار تذكرنا بضرورة المضي إلى الاقتراع، هذا زاد عنصر مهم من دور الهيئة، وهو كذلك يعني يعبر عن جاهزيتها يعني حتى بأبسط الأمور. في هذه النقطة نحن لا نختلف تقريبا في جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. طيب أستاذ وفاء، إذا أنتقل إليك أستاذ زهير، من خلال مواعيد انتخابية متتالية يجمع مراقبون على أهمية أو أهمية تراكم أو تراكمية تجارب الهيئة المستقلة للانتخابات، كيف تنظرون إلى هذا المعطى أستاذ زهير؟ صحيح أستاذ رمزي، لا شك أن لتونس الشقيقة تقاليد يعني كبيرة في تنظيم الاستحقاقات السياسية، و أعتقد أن الهيئة مكمن أهميتها وأهمية دورها أنها رافقت التحولات التي جرت بعد 2010، بعد ثورة الياسمين و الانتخابات في العهد السابق كانت تجرى بإدارة وزارة الخارجية منذ سنة 1956 إلى غاية 2011. في سنة 2011 تم يعني تشكيل هذه الهيئة تماشيا مع جو التحولات الذي كان سائدا في تلك الفترة. أسست هذه الهيئة بقرار أو أنشأتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في 18 أبريل 2011، وبمرسوم وقعه آنذاك الرئيس المؤقت حينها فؤاد المبزع، و
طبعا بعد ذلك طبعا آنذاك إذا تكلمنا عن المهام، هي المهام تقريبا أو هي مهام الإشراف وتنظيم الانتخابات من ألفها إلى يائها، إعداد القوائم الخاصة بالانتخابات، نشر هذه القوائم، ضمان حق الجميع في أن يصوتوا، ضمان في هذه النقطة أن تجري هذه الانتخابات في جو الشفافية. وفقط اسمح لي أن أقول أنه في التشكيلة ربما حدثت تغيرات، انتقلت من فترة التأسيس اللي كان آنذاك عدد أعضائها 16 عضوا معينين مرة أخرى من قبل هيئة يعني أو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة آنذاك، ثم في قانونها التأسيسي في 2012 صار عدد أعضائها 9 أعضاء على ما أعتقد، يمثلون قطاعات مختلفة، ولكن وتحديدا نقابة القضاء ويعني نقابة المحامين إضافة إلى أطراف أخرى. ثم بعد يعني في فترة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، طبعا أصدر بعدها مرسوما بموجبه أعاد النظر، عدل لنقل القانون الأساسي الذي ينظم عمل هذه اللجنة في أفريل 2022، أصبح عدد أعضائها حاليا 7 أعضاء فقط، 3 يعينهم الرئيس، 3 من الهيئات السابقة، وواحد هو مهندس تقريبا تكنولوجيا يعينه أو يختاره المركز الوطني للإعلام. طبعا أشرفت على عديد الاستحقاقات التي كانت خلال هذه الفترة، تعرضت إلى بعض الملاحظات في فترات معينة، ولذلك البعض يقول بأن الرئيس قيس سعيد حين اتخذ قراراته بإعادة النظر في تشكيلتها، لأنه في الفترة السابقة هؤلاء يقولون كانت أعضاءها كانت تقريبا تخضع للمحاصصة الحزبية، ولذلك كان عملها ربما ينتقد على أكثر من صعيد. أستاذ زهير، إذا تحدثت أيضا في جملة هذه النقاط الكثيرة والمتعددة أستاذ زهير عن نقطة مهمة وهي حماية أصوات الناخبين. أستاذ وفاء، ما الذي يعطي الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم هذه الأهمية في سياق حماية أصوات الناخبين وضمان شفافية الانتخابات؟ هو في الحقيقة ضروري أن يكون في هذه للاستحقاقات الانتخابية هيكل ينظم العملية، هذا منطق الأشياء، يجب أن يكون هيكل يعني أكثر حاجة يراعي يضمن الساعة الحقوق متاع التونسيين في أنهم ينتخبوا رئيسهم المقبل، هذا شيء مؤكد. لكن أنه ما يكونش يعني هيكل موحد، أكيد أنه باش يصير الفوضى وباش يصير يعني الآراء الكبيرة حتى دستوريا وقانونيا، وهذا صار معناها في مناسبات كبيرة، هذاك علاش هو الهيكل هذا ضروري، واستماتت الدولة أكثر من يعني الأطياف الأخرى في أنه تنجحه وأنه توصل به إلى بر الأمان لضمان، في الحقيقة هو في نهاية الأمر ضمان للتونسيين في حقهم في الانتخاب الشريف النزيه التي يعني يمكن العملية الانتخابية انها تكون يعني ناجحة وتكون قانونية وما يكونش فيها أي لبس، وهذا مهم جدا. هذاك علاش نتصور رغم الهينات اللي صارت، وهذا أي يعني أي بلد تمر به معناتها في الانتخابات في مراحلها الكل يوجد الهينات ويوجد العثرات، لكن أنه يستميت ويصل هذا الهيكل بنجاح الاستحقاق الانتخابي، هذا أمر مهم في الحقيقة يعني. نعم أستاذ، فإذا أستاذ زهير في الفصل 80 من الدستور التونسي يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية كحالة الخطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدوليب الدولة. كيف يبدو لكم موقع منصب رئيس الجمهورية اليوم بعد إقرار إجراءات 25 جويلية، خاصة أنها أول رئاسيات تجرى بعد تلك الإجراءات؟ صحيح أستاذ رمزي، وهذا سؤال مهم.
أعتقد أن هذه الانتخابات مختلفة لأنها تجري في سياقات سياسية مختلفة وفي ظل أيضا نظام سياسي نظام حكم سيستم بوليتيك مختلف عما كان نتيجة التغييرات التي أقرها الرئيس قيس سعيد بعد حركة 25 جويلية 2011. طبعا موضوع الإجراءات الاستثنائية هذا نقاش موجود هنا في تونس وكان نقاش كبير ولكن كان هذا حق الرئيس قيس مؤيدوه ومؤيدي حركة 25 جوي يقولون بأن الرجل أساسا انتخب على أساس برنامج على أساس خطاب سياسي مختلف عن النخب التقليدية نخب منظومة ما بعد 2010 ولكنه وجد نفسه في العامين الأولين من عهدته وهو منتخب أيضا مباشرة من قبل الشعب التونسي يعني مقيدا ورهينا لهذا النظام لبعض الممارسات التي وصلت إلى وضعية الانسداد في فترة معينة هذه التي كيفت على أساس أنها وضع استثنائي يجيز للرئيس التدخل لأجل إيجاد المعالجات التي يراها مناسبة ومن هنا جاء حركة 25 جوي حسب مؤيدي دائما هذا الطرح وهذا التوجه وطبعا العنوان الكبير هو أن الرئيس قيس من خلال ما اتخذه من إجراءات ووفق رؤية عبر عنها في حينها أراد أن ينقل تونس من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الآن نعيش في ظل نظام رئاسي وسأجيبك إذن طبعا في ظل هذا النظام الرئيس الآن أصبح يتمتع بصلاحيات واسعة وكبيرة جدا لعلنا نسرد بعضها طبعا الرئيس هو الذي يوجه السياسة العامة للبلد في كل يعني اتجاهاتها داخليا وخارجيا يعلن الحرب قرار الحرب والسلم بيده طبعا بعد أن يستشير المؤسسات الأخرى يعين وهذا شيء ربما الجديد يعين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وينهي مهامهم أستاذ زهير سنعود إلى الحديث عن صلاحية الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن تجيبني الأستاذة وفاء إلى أي مدى إذن حسمت إجراءات 25 جويلية النقاش بشأن المسار الذي خطه الرئيس؟ في الحقيقة هي الإشكالية التي وقعت فيما يخص الحراك 25 جويلية هو عدم البت في المواضيع التي تم التطرق والتي تم من أجلها وبسببها طبعا الحراك هذا هو هذا الجدل الواسع والمآخذ اللي أخذتها يعني طيف كبير من التونسيين هو أن لماذا لا تتم هذه التدابير نحن استبشرنا وأقولها استبشرت يعني تقريبا السواد الأعظم من التونسيين بهذا الحراك وهو معناها خطوة إيجابية في وقت تطلب فيها يعني بروز هذه الخطوة لكن العيب وما نعيبه في هذا الحراك وقتها وما عابته يعني تقريبا الأطياف التونسية هو عدم التحرك بالسرعة المطلوبة لكن في فترة ما بعد يعني تقريبا أشهر من الإعلان عن الحراك بدأت الصورة تتضح شيئا فشيئا بدأت يعني النقاط والأهداف التي أراد من خلالها إبلاغ الشعب التونسي أنه ها نحن قد انطلقنا فعلا في الكشف عن هذه الملفات وقد أطنب خاصة في الملف الفساد ومكافحة الفساد وهذا الأهم والقطع مع كل ما كان يعني من هبة برلمانية يعني تقريبا البرلمان لا نعرفه نحن في فترة ما وهذا ما استبشرت إليه كما قلنا التونسيين في إطار يعني مشهد جديد لم يعد مشهد ذاك المشهد يعني الذي لم نستحسنه حتى في صورة تونس في الخارج يعني البرلمان قطعنا معه أخيرا وأقولها يعني بجدا فعلا هي خطوة هامة فيما يخص البرلمان فيما يخص الملفات التي لمكافحة الفساد قد انطلق فيها رغم بعض البطء فيها نظرا لنظامنا يعني القضائي وهذا أمر عادي
وبالتالي فإن يمكن نرجع زادة في نفس النقطة مع السيد فيما يخص الصلاحيات. فعلا هي أكثر، هي 50% بمعنى منح الصلاحيات للرئيس فعلا إجماع لجدوى هذه الإجراءات الاستثنائية. هي أكيد أن لها جدوى، في نهاية الأمر لابد أن يكون لها جدوى، لأنه حراك تقريبا يعني انتفاضة كبيرة يعني في الدستورية، وانتفاضة يعني في 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 يعني في السلطات الموجودة عندنا في تونس، يعني السلطة أنك التشريعية، أنك توصل أن من البرلمان إلى أن تكون نظام رئاسي وسلطة واحدة، يعني هذا يعني كي نشوفوه زاد يعني ثورة، يعتبر هو في حد ذاته ثورة أخرى ما بعد الثورة، لكن على نطاق برلماني يعني قانوني تشريعي داخل. طيب أستاذة وفاء، عودة إلى الصلاحيات الدستورية لمنصب الرئيس، أستاذ زهير، تضيف الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور التونسي أن التدابير الاستثنائية تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب في دواليب الدولة في أقرب الأجال. هنا فيما تبرز أهمية هذه مثل هذه الخيارات؟ هو يعني صراحة كان هناك نقاش كما قلت، هو إجماع يعني حتى نكون موضوعيين، لم يحدث الإجماع على ما اتخذه السيد الرئيس قيس سعيد في حينه، على الرغم من أنه كان يتمتع ب يعني مساندة كبيرة في الشارع التونسي. ربما الذي جعل هذا الأمر يأخذ هذا التأييد في وقته هو أيضا كما تفضلت الأستاذ وفاء قبل قليل، نعم، يعني استياء عام عند أو استياء كبير لنقول عند التونسيين، عند عامة التونسيين من ممارسات، من صور كانوا يرونها. يعني البرلمان تحول بكل أسف نقولها آنذاك إلى حلبة مصارعة بين الشركاء والمختلفين والأحزاب آنذاك، وتعطل حتى تمرير اعتماد الحكومة لمدة أعتقد 3 أو 4 أشهر، والعديد من القوانين، فيما كان التونسيون يعني يعانون وينتظرون أن يتحقق لهم أو أن تتحقق لهم مطالبهم وتطلعاتهم في العهد الجديد بعد طورة الياسمين، في العيش بكرامة، في الإقلاع الاقتصادي، في التحول الاجتماعي. يعني أعتقد أنه يعني مبررات ومشروعية الإقدام على هذه التدابير على قطاع واسع، حتى لا نقول حتى نكون يعني موضوعيين، نعم، عند التونسيين كانت موجودة لا شك في ذلك. ويعني قيس سعيد رجل قانون دستوري، وربما حدث التفكير في تغيير الوضع بشكل عميق من خلال تغيير شكل النظام. ثم هناك أيضا من يقول بأن النخب السياسية آنذاك، الأحزاب الكبرى، مسؤولة أيضا على ما وصل، على حالة الانسداد بين قوسين التي حضرت وجهزت لحركة 25 جويلية 2021، بحيث يعني أنه ربما الاهتمامات والأولويات كانت بعيدا عما كان ينتظره التونسيين. نعم. طبعا فيما بعد كما تفضلت الأستاذ وفاء، نعم، كيفية الانتقال، يعني شكل تقديم البديل الآخر، حدث طيب فيه طبعا حتى دائما نقاش في ونقاش دائما لا زال أعتقد مستمر إلى حد الآن في الطبقة السياسية التونسية. طيب أستاذ زهير، أستاذ وفاء، أعود إليك الآن إلى في بالحديث عن مسارات الاستحقاق الانتخابي، كيف تبعتم مجريات الحملة الانتخابية للرئاسيات؟ بالفعل هو أول ما يشد انتباهنا احنا كتوانسة، وخاصة معناتها على وجه الخصوص الإعلاميين والصحفيين، انه الحملات الانتخابية اللي صارت على غير العادة، لم نشهد لها من قبل ملامح جديدة. وين الملامح هذه اللي هي في الحقيقة لا يوجد، يعني أبرز يعني الملامح هي لا وجود لتجمهر لأيام يعني يحضر فيها يعني المناصري المترشحين، دخول في الجهات أكثر ما يمكن، يعني اكتساح الجهات كما عهدنا في 2019 كان فيه حملة جوارية بالمقابل؟
يمكن أنا أتصور يعني، وهذا مؤكد، أن الشروط الجديدة للترشح في الانتخابات وما خاصة فيما يخص الملفات والحملات، خاصة فيما يخص التمويلات، لأن حدد سقف تمويلات بأن لا يتجاوز 150 ألف دينار، أي ما يعادل تقريبا 50 ألف دولار. هذه التمويلات تبدو ضعيفة مقارنة بأنك تمشي تعمل حملات وأنك تمشي للجهات الداخلية. فقط ما لاحظناه بالفعل الملمح الأساسي وما ميز الحملات الانتخابية هذه في هذه الدورة هو وجود يعني الاكتفاء ببعض المطويات، حضور جماهيري يعني يكاد يكون قليل جدا، أقل يعني بكثير من ما سبقناه وعهدناه حتى مقارنة بالدول المجاورة. هذا ممكن أهم ما يميز الحملات حقيقة الانتخابية اللي صارت في اللي يعني تصاحب الانتخابات الرئاسية 2024. طيب أبقى دائما معك أستاذة وفاء، إذن ما هي أبرز الملفات التي شكلت محور الحملات الدعائية للمترشحين الثلاثة، وإلى أي مدى لامست انشغالات وتطلعات المواطن التونسي؟ بالفعل هذا هو أهم نقطة، بالفعل سؤالك مهم جدا فيما يخص شنو يحب التونسي اليوم من هالعرس الانتخابي، هالنقلة هذه، هل ساكن قرطاج الجديد ماذا ننتظر منه مهما كان هويته من هو؟ اليوم الشعب التونسي ينتظر أنه نهضة كبيرة اقتصاديا بالأساس، تنمية في الجهات، يعني هذا مهم جدا، ملفات ثقيلة في الحقيقة لابد لساكن قرطاج أن يأخذها على محمل الجد. في الحملات الانتخابية أكيد وجدنا الجانب الاقتصادي هو الذي يهيمن دائما على الحملات الانتخابية التي كما ذكرت هي حملات يعني تعد متواضعة ومحتشمة مقارنة بالحملات الانتخابية السابقة، لكن يبقى الملف الاقتصادي على يعني على رأس القائمة وفي الصدارة، رغم اللي مثلا مع المترشح رقم 3 اللي هو رئيس الجمهورية الحالي المنتهية نيابته قيس سعيد، أنه يركز مازال يواصل ويركز ويريد أن يقول مرة أخرى لمناصريه أننا ما زلنا على العهد فيما يخص ضرب الفساد ويعني فتح ملفات الفساد مرة وأكثر من مرة، هذا مؤكد. بخلاف هذا بالنسبة لبقية المترشحين وخاصة الممثل الأمين العام لحركة الشعب فهو الآخر يؤكد على الملف الاقتصادي، وبالتالي الملفات الاقتصادية هي الأكيد مهمة جدا بغض النظر على أهمية محاربة الفساد. تطلعات الشعب وفي الجزء الثاني من سؤالك سيدي الكريم، تطلعات الشعب هي نفسها وأعيدها أن الشعب التونسي اليوم يريد فعلا نهضة حقيقية ودفع يعني خطوة وقفزة نوعية في النمو الاقتصادي، في التنمية، في البنية التحتية، في الشغل، حقه في الشغل. هذه يعني تقريبا أهم الملفات التي لابد فعلا لساكن قرطاج أن يوليها الأهمية القصوى. طيب أستاذ زهير، بالحديث عن المتنافسين أو المتنافسين الثلاثة أو المترشحين الثلاثة، يتنافس في هذه الرئاسيات ثلاث مترشحين بتوجهاتهم أو بتوجهات مختلفة، كيف تلعب انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية دورا في حسم المعركة الانتخابية هنا؟ يعني أعتقد أنه قضية الانتماءات ليست عاملا حاسما هذه المرة، أعتقد بأن السياقات قلت مختلفة في هذه الانتخابات التي تجري في ظروف خاصة. أعتقد بأن لدينا ثلاث مرشحين كما تفضلت، الرئيس الحالي المترشح يريد العنوان أعتقد هو استكمال المسار، والمرشح الثاني السيد زهير المغزاوي وهو كما يقول المراقبون هنا جاء من ظل الرئيس لأنه كان موافقا ومؤيدا للرئيس، خاصة في حركة في إجراءات وحركة 25 جويلية، ثم عرضه في الربع ساعة الأخير وانقلب معارضا ومطالبا بتصحيح المسار. إذا كان الرئيس قيس سعيد لا شك يريد الاستمرارية ويريد أن يستكمل مسار ما يقول أنه إصلاحات وتغييرات وتونس أخرى يقدمها للشعب التونسي، فإن السيد زهير المغزاوي يقدم
نفسه على أساس أنه يملك برنامج تصحيح مسار، إذن لا يرفض المسار، إنما يقول يجب أن ينقح، يجب أن يعدل، يجب أن يصحح. أما المرشح الثالث اللي هو السيد العياشي زمال الأمين العام لحركة عازمون، رجل أعمال، فلا شك أيضا يؤكد على البعد الاقتصادي، ولكنه سياسيا حتى نتكلم أيضا بما هو موجود، الرجل يريد العودة عن هذا المسار، الرجل ينتقد بشكل كامل مسار 25 جوي، يريد أن كما يقول أعتقد هو اللي شعار حملته قلب الصفحة، يقدم مشروعا آخر، المصالحة السياسية الشاملة ودستور، إعادة كتابة دستور جديد وحل المؤسسات القائمة الآن والذهاب إلى مؤسسات أخرى بعد يعني كتابة الدستور آخر يقول سيكون توافقي. ولذلك أعتقد أن لدينا ثلاثة طروحات، ثلاثة عناوين: استكمال مسار سياسي، مسار تصحيح، مسار الثورة كما يقول الرئيس قيس سعيد، والقطع مع منظومة ما بعد 2010، ومسار آخر يتبنى هذه الرؤية ولكن يختلف مع الرئيس في بعض العناوين ويريد أن يصحح، ومسار ورجل آخر ربما يلتقي مع المعارضة، وإن كان المعارضة معارضات الآن في تونس وموقفها ليس واحدا، يعتقد بأن هناك رؤية أخرى، هناك طريق آخر يجب أن تسلكه تونس. في ذل ما تحدثتم به أستاذ زهير، أستاذ وفاء، ما هي أبرز إذن الأوراق التي بحوزة كل مترشح بنظركم لكسب هذا الرهان؟ هذا هو في الحقيقة، لابد أن يكون كل واحد حامل لملف وورقة ضغط، ورقة قوة كما نقول، الورقة القوة، وأعيدها أن بالنسبة للمترشح رقم واحد هي ورقة القوة، هو قلب الطاولة. قلب الطاولة يعني هناك يعني برنامج ومشروع بديل تماما لما نحن عليه اليوم تونس، يعني بما فيه من حل المؤسسات، يتحدث عن حل مؤسسات الدولة وتغييرها طبعا للأفضل، هذا هو مشروعه. والأكيد في جزء كبير من هذه الورقة هو الجانب الاقتصادي، وهو طبعا من أقرب يعني الناس للشأن الاقتصادي ويعرف معناتها واقع الاقتصاد من قريب. بالنسبة للمترشح رقم 2 زهير المغزاوي، ورقة الضغط يمكن هو أنه صحيح ومع المسار ولم يختلف معه، ووقف وحتى أيده بعد أشهر من عدم تفعيل يعني خطوات المسار، لكن ورقة الضغط اليوم نحن تقريبا نفس توجه الرئيس قيس سعيد ونفس الذي استبشرتم به من إصلاحات، لكن مع شيء من التعديل، والتعديل الذي يمس طبعا خاصة القوانين اللي تمس الحقوق والحريات. الضغط، ورقة الضغط للمغزاوي هي الحقوق والحريات بصفة كبيرة. نجيو توا للمترشح رقم 3 وهو قيس سعيد. قيس سعيد ورقة الضغط أو ورقة القوة ما زال يمتلكها وبشكل كبير، وخاصة مناصري يؤيدون هذه الفكرة اللي محاربة الفساد ولا شيء غير محاربة الفساد، والشفافية المطلقة في مسارات الدولة وهياكل الدولة، وكل يعني كل البرامج والمشروع، مشروع يعني الرئيس الذي نعرفه من قبل، هذه هي الورقة القوة امتاحهم. لكل مترشح ورقته ولكل مترشح مشروعه، وهذا هو يعني هذا هو تقريبا. طيب إذن بنظركم فيما تتلقى برامج المترشحين و فيما تختلف، وهل هناك اختلافات جوهرية بنظركم أستاذ وفاء؟ الاختلاف موجود أكيد، هذا مؤكد، وهذا هو طبيعي وصحية فعلا. في الحقيقة هي أمر صحي أنه يكون المترشحين مهما كان عددهم أنه يكونوا مختلفين، هذا مهم جدا ولا بد من الاختلاف، والاختلاف هو اللي نحبوا عليه احنا كتوانسة باش يوصلنا المرحلة متقدمة، ومعناتها نصلحوا الأخطاء التي شفناها قبل. الاختلاف موجود وكما ذكرته تقريبا في نفس مداخلتي نفسها، اللي هو اختلاف في المشاريع، في أسس المشاريع، أنا هي الأولوية الأكثر. مثلا قيس سعيد يؤكد مرة أخرى على محاربة الفساد وما ذلك وما إلى ذلك، والمترشح عن حركة الشعب الأكيد يؤكد عن استبدال البديل ويركز على التعليم ويركز على الاقتصاد ويركز على مؤسسات، يعني اليوم يتحدث عن الرقمنة، رقمنة التعليم، وهذا حاجة مهمة
مهمة جدا اللي جابها، كذلك العيش زمال اللي هو يؤكد على قلب كما قلنا الطاولة لصالح طبعا الشعب التونسي فيما يخص خاصة الشأن الاقتصادي، وبالتالي الاختلاف هو ليس اختلاف كبير جدا لكن هو اختلاف صحي وسليم يخدم في نهاية الأمر الشعب التونسي. هذا هي قراءتي للوضع. نقطة الالتقاء الأكيد هي فيما يخص مصلحة تونس، هذه نعم. مؤكد نعم أستاذة وفاء. إذن في سياق الاختلاف الصحي بين المترشحين الثلاثة، هناك توافق بين المترشحين الثلاثة حول ملفات عديدة، كيف يعزز مثل هذا التوافق العملية السياسية أستاذ زهير؟ هو ربما التوافق أعتقد فيما قرأناه وسمعناه من المرشحين أو من ممثليهم في مسألة التنمية وضرورة الذهاب نحو يعني برامج تجيب على أسئلة كثيرة، على مطالب، على تطلعات الشعب التونسي. لا شك أن الاقتصاد التونسي يعني يواجه تحديات كبيرة جدا، وهؤلاء جميعهم يلتقون على أن هذه الورقة ورقة إيجاد الأجوبة، إعطاء الأجوبة للمشاكل الاقتصادية للبلد أولوية كبيرة جدا. ولعل أيضا يعني الرئيس قيس سعيد أعتقد يقدم الآن حتى في حملته، في شعار حملته، الشعب يريد التنمية والتشييد، أعتقد هكذا. فعنوان حملته هو التركيز على التنمية والتشييد. هو يقول بأنه الثلاث سنوات من الخمسة، على أساس أن العامين يعني الأول والثاني الرئاسة كانت تتشارك في الحكم مع مراكز قوى أخرى، وبالتالي لا يتحمل كما يقول مسؤولية العامين الأول والثاني، ولكن في الثلاث سنوات الأخرى بالنسبة إليه كانت، وبالنسبة لمناصريه كانت المهمة سياسية، كانت المهمة إعادة ترتيب البيت. هو يريد كما يقول أيضاً. يريد أن نذهب إلى يعني فترة رئاسية أخرى يعني ينتقل فيها إلى تنفيذ وتجسيد وعوده بالتصدي والذهاب نحو مشاريع التنمية. من أشكال أيضا التوافق أستاذ زهير ملف الهجرة غير الشرعية، هذا الملف الثقيل الذي تلقي تونس بكل ثقلها فيه خاصة في المنطقة. هذه من التحديات الخارجية والأمنية أعتقد التي سيتعامل معها أي مرشح يفوز بمنصب الرئاسة من منطلق الدولة التونسية. الدولة التونسية الآن أمامها تحديات نعم خارجية وأمنية كبيرة، وهي موجودة في خضم يعني مناخ جيوسياسي ليس مستقرا. الحالة في ليبيا لا زالت إلى حد الآن تلقي بتأثيراتها على تونس كما على كل جيرانها، علينا في الجزائر، على كل المنطقة. ومن بين هذه التأثيرات لا شك موضوع الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها التونسيين يعني وربما وبشكل أكبر في خطاب الرئيس المترشح تهديدا حقيقيا على تونس. ولاحظ معي أن هذا الملف أيضا كان في قلب علاقة تونس مع 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 الشريك الأوروبي، مع إيطاليا، مع الجزائر، مع ليبيا، كان ملفا حاضرا وبقوة في العلاقة مع هذه الفضاءات، الفضاء المغاربي حتى بامتداداته إلى الساحل، ثم الفضاء المتوسطي بامتداداته الأوروبية. ويعني لعل الآخرين مثلا الآن الاتحاد الأوروبي وتحديدا إيطاليا يرون في تونس شريكا حقيقيا وأساسيا في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية. في سياق الحديث عن الاتحاد الأوروبي مع أخوها مع الاتحاد الأوروبي يعني لإعطاء مساعدات لتونس
في مقابل ان تقوم بدورها في مكافحة هذا التهديد. اعود الى استاذة وفاء، اذا من مظاهر او من المظاهر الصحية التي تحدثت عنها استاذة وفاء قبل قليل، علاقات او في سياق التوافقات بين المترشحين الثلاثة، علاقات تونس مع جيرانها ومع خلفياتها ايضا الاستراتيجية، حدث سياسي كهذا بافكار توافقية على غرار تونس وعلاقاتها مع جيرانها وكما قلت مع خلفياتها الاستراتيجية، كيف يعمق هذا المشهد شراكات تونس المتشعبة، وكيف سيساهم في تنويعها إلى فضاءات أخرى إن صح التعبير؟ أكيد، وهذا نعتبره أنا الملف الأبرز والأثقل بعد ما يعني الملف الداخلي، الشأن الداخلي خاصة التنموي الاقتصادي، هذا بأساس قدر فما ملفات راي تتأجل شوية معناتها عادي، لكن هذا بعد الملف الأول اللي هو يهم البيت الداخلي التونسي، لابد وبصفة سريعة لساكن قرطاج بعد إنهاء الفائز بالانتخابات أن يؤكد للخارج ويعني خاصة للدول الشقيقة والمجاورة لنا اليوم، ونقصد تحديدا ليبيا الجزائر، يعني مهم جدا فتح يعني الملف هذايا في الشراكات، يا هل ترى تواصل الشراكات بنفس النسق والا فيه مزيد من الدعم؟ وهذا ضروري امام تغيرات المشهد الاقليمي اليوم، المشهد العالمي يشهد تطورات شئنا ام ابينا جيوسياسيه يعني كبيره وقد جدا، وقد تعزز هذا بقمه مغربيه احتضنتها تونس اكيد، وهناك اسواق جديده اليوم لابد يعني الانفتاح لها بالجوار بدول الجوار، ليس فقط تونس، لابد الانفتاح على هذه الأسواق من الباب الكبير وعدم الاكتفاء فقط بالشريك الاستراتيجي الأوروبي المحافظة عليه، نعم، لكن لابد أن ننظر إلى أسواق جديدة خاصة الشرق وإلا حتى أوروبا يعني الغرب من ناحية أمريكا، وخاصة يعني الشرق اليوم يعني نشوفه في حركية كبيرة جدا على مستوى الأسواق يعني الخارجية الشرقية، ونقصد الصين روسيا، يعني مهم جدا تنويع شراكاتنا اليوم، ساكن قرطاج لابد أن يعني يركز على هذه النقطة ويعمل يعني اعتبار كبير لأنها تكون في نفس توجهات المنطقة دول الجوار، مهم جدا، وهذا يقودنا بصفة يعني آلية لتفعيل الدبلوماسية متاعنا متاع تونس والدبلوماسية تقريبا متاع الجوار دول الجوار، حتى نكون يد واحدة ونكون قوة واحدة، وهذا مهم جدا بالنسبة لساكن قرطاج أن يعني يعطيه الأولوية المطلقة إن شاء الله. نعم، إذن أستاذ زهير، أي أولوية قد تكون للرئيس المنتخب الرئيس الفائز، تعميق الفضاء المغاربي أم العلاقات المتشعبة إقليميا ودوليا؟ هو كما تفضلت الأستاذة وفاء، أعتقد بأن تونس الآن على الأقل في السنوات الأخيرة أخذت مسار تنويع شراكاتها، ولكن الجميع يلاحظ بأن في السنوات الأخيرة في عهدة الرئيس قيس سعيد وحتى ربما قبل، فيه تقاليد جيوسياسية لتونس في قضية إيلاء الأهمية للعلاقة مثلا مع جارتها الجزائر، مع جارتها في ليبيا، وإن كان الوضع في ليبيا الآن يجعل أشياء معينة ربما تتأجل في انتظار أن يخرج الأشقاء في ليبيا إن شاء الله من النفق الذي دخلوا فيه، ولذلك بكل تأكيد أعتقد بأن القادم لمحددات جيوسياسية ومصلحية ولوعي الآن يتنامى في المنطقة أن دول المنطقة يجب أن تكون سندا لبعضها، ونحن نقولها بكل اعتزاز في هذه العلاقة المتينة جدا تاريخيا والآن ومستقبلا إن شاء الله بين الجزائر وبين تونس، وسبق وذكرت أستاذ رمزي قبل قليل يعني هذه المبادرة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، واللقاء الذي
كان هنا في قصر قرطاج، تفاهمات قرطاج التي وحضره قادة البلدان، التي ستؤسس لعمل يعني إقليمي بين الأشقاء الثلاثة. هناك تفاهمات على صعود عديدة، ولا شك أن استقرار الأمور في تونس ورئيس ينتخب بشكل واضح وقوي أيضا سيعطيه هذه القدرة على مخاطبة الآخرين بشكل قوي أيضا، وخاصة طبعا ليس معنا مع جيرانه مع أشقائه، ولكن خاصة في مقارعته في مفاوضاته الصعبة مع الاتحاد الأوروبي، مع صندوق النقد الدولي، مع أطراف أخرى تنتظر ساكن قرطاج القادم، وتنتظر أيضا تنتظره أيضا في ملفات كبيرة، في ملفات فتح يعني موضوع قروض جديدة لتونس لأجل مساعدتها على إقلاعها الاقتصادي، وإن كان هناك الآن توجه نسمعه بشكل قوي موضوع السيادة الوطنية، وموضوع أننا لا يمكن أن نفاوض على كل شيء، وموضوع أن هؤلاء يجب أن يحترموا موقف تونس وقرارها. طيب أستاذ زهير، في سياق أهمية البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة، أستاذة وفاء، إذن وأيضا من ناحية الأولويات، الرئيس المنتهي ولاية قيس سعيد يؤكد أن الفترة القادمة في حال انتخابه مجددا ستكون لإعادة الدور الاجتماعي للدولة وتطهير المؤسسات العمومية من الفساد. إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه الرهانات خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الترسانة القانونية التي طبعت المشهد في تونس خلال السنوات الخمسة الماضية؟ الأكيد الدور الاجتماعي هو الفيصل اليوم في الحقيقة، لأن الفئات الضعيفة خاصة والفئات المتوسطة هي معلقة كل الآمال للرئيس الجديد بأن يأخذ بيدها، بأن يساعدها، بأن يقوم ب يعني إجراءات لصالحه، ل يعني انتشاله من هذه الوضعية يعني اللي يتردى فيها. لكن إذا كان نشوفوا احنا اليوم الدور الاجتماعي، هل انه يتحقق والا لا؟ هذا هو سؤالك. يتحقق، المالية العمومية التونسية تعاني، صحيح يعني صعيب، لكن في فترة ما يعني احنا يعني تخلصنا من إملاءات الجهات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وهذا أمر يعني تأكد بعد أربع سنوات أننا يعني لم نلتجأ إلى هذه الجهة المالحة، وقطعنا المفاوضات لا لشيء، لأن في مقابل يعني ما يقال أنه التعويل على الذات. صحيح هناك ذائقة كبيرة مرت بها المالية العمومية، لكن في نهاية الأمر هناك جزء كبير ما يسمى بالدعم الاجتماعي للفئات يعني الهشة والضعيفة، وكان ذلك في الحقيقة. هناك قروض يعني صارت معناتها لدعم الميزانية، وكانت يعني في الميزانية، حددت في الميزانية لدعم هذه الفئات. إذا الدور الاجتماعي حقيقة هو قالوا كل المترشحين، وكلهم يعني يعيدون الشعب التونسي وهذه الفئة التي يعني تعاني صعوبات مالية خاصة فيما يخص المقدرة الشرائية التي تآكلت مؤخرا، كلهم يؤكدون على الدور الاجتماعي. وفي ظل يعني الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية، صحيح يعني تحقيقه يعتبر مشكوك فيه، لكن قادر المالية العمومية اليوم أن تصل بهذه الفئات وأن تنجح في دورها الاجتماعي، لما لا؟ هي في الحقيقة أمر غير مستحيل لكن صعب، ولابد له من خطط حقيقية. لابد من خطط كيف يتم يعني إنجاح هذا الدور الاجتماعي، دور الدولة المحافظة على دورها الاجتماعي مع شعبها، خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة. هذا مهم جدا، ونحن ننتظر في الحقيقة اليوم ننتظر من ساكن قرطاج أن يقوم بدوره الاجتماعي على أساس اللي هو حامي الدولة وحامي مؤسساتها وحامي هذه الفئات. طيب أستاذة، فإذا أعود لك أستاذ زهير، علاقات تونس بالهيئات المالية والنقدية الدولية شكلت صورة من المزايدات على تونس أيضا أستاذ زهير.
هو صحيح لأن توجهات الرئيس المنتهي ولايته توجهات كما قلت سيادية. الرجل يقول بأن إذا طبقت الوصفات التي تعرض عليه فالأزمة الاجتماعية ستتعمق أكثر، وهو يعني يتحدث حتى لما جاء إلى الرئاسة في 2019 جاء كرافع صوت يعني البسطاء الضعفاء ومن لا صوت لهم، وجمع حوله هذه الطبقات بخطاب مختلف كما قلت عن خطاب الآخرين. طبعا في السنوات في الممارسة أيضا كان واضحا أن الرجل أيضا نعم يعني كاين واقعية وكاين كاين 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 الاقتصاد أرقام في نهاية المطاف، هناك مشاكل حقيقية يواجهها الاقتصاد التونسي بعد الكورونا، بعد تعطر قطاع السياحة في سنوات معينة. نعم. ومع ذلك كما بعد تعطر أيضا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأوروبية المانحة الأخرى، كما قلت نتيجة تمسك الرجل بتوجهات بمواقف معينة تقول بأنني أرفض شروطكم وأجنداتكم ويعني أطالب بأن تعاملونني بطريقة أخرى تحترم مواقف الدولة والشعب التونسي ولا وتبتعد عن المشروطية التي تستعملها هذه الهيئات. نعم. المالية طبعا. مع ذلك طبعا هناك أعتقد توجه الآن نحو الإقرار بأن يعني إبرام اتفاق مقبول لنقل هكذا مع صندوق النقد الدولي مع هذه المؤسسات شيء مطلوب لمعالجة مكامن الخلل واستعادة خاصة ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي. تونس تحتاج إلى أموال. صحيح. تحتاج إلى استثمارات لأنه تحريك عجلة الاقتصاد واستجلاب عوائدها وتأثيراتها في معيشة الناس في الوضع الاجتماعي العام، هذا هو كما يقول الكثيرون ربما السر أو كلمة السر في ضمان استقرار البلد في السنوات القادمة. أعتقد بأنه المرشحين الثلاثة واعين بهذه المسألة، يعني حتى المرشح الثالث اللي هو رجل أعمال أيضا السيد العياشي زمال يعني يبني أيضا مقاربة على ربما انفتاح أكثر لأنه ليبرالي. طيب سنأتي لباقي المرشحين وهذه المؤسسات بمواقف تكون واضح. أقل أستاذ زهير سنأتي إلى هذه النقطة من مواقف عود إلى الأستاذة وفاء. إذن المترشح الآخر لرئاسيات زهير المغزاوي يعتبر أو يعتبر بدوره أن اختياره كرئيس أو يعتبر ذلك يهدف إلى بناء المستقبل وأيضا إرساء الدولة الديمقراطية الاجتماعية أيضا وإعلان تونس جديدة. إذن هنا أي تونس جديدة يريدها المغزاوي بنظركم، خاصة أستاذ وفاء وأنه تعهد بفتح حوار شامل مع كل القوى السياسية والمدنية في تونس؟ هو في الحقيقة سيد الأمين العام لحركة الشعب يقصد بتونس جديدة هو يركز على الحقوق والحريات بدرجة أولى، ويركز على عودة تونس بعد الثورة، يعني مش قبل الثورة، تونس بعد الثورة فيما يخص تقريبا المجالات التي رأت في نفسها أنها ظلمت يعني شيئا ما في هذه الفترة، وأن سلطت عليها يعني سيف ما يعرف بقانون 54. هذا تقريبا هو النقطة الخلافية اليوم في الساحة التونسية عموما، هذه هي النقطة الخلافية، هي القانون 54، هذا السيف الذي سلط خاصة يعني وإن كان سليما لفئة معينة إلا أنه يرونه أنه ظلم فئات أخرى. هذا المغزاوي حركة الشعب باعتبار أنها يعني حركة قومية، حركة قريبة يعني
الشعوب العربية تؤمن بالحقوق والحريات في المنطقة العربية، هذا ليس غريب عنها، وهذا ما أكده أمينها العام في أكثر من مناسبة، وكان آخر خطاب لي أنه باش ووعد أن أو أولى الحاجات اللي باش يعملها إذا سكن قرطاج وإذا فاز في الانتخابات فسوف يلغي تماما هذا المرسوم. إذا هذا هو يعني النقطة الخلافية بالفعل التي تبدو، والركيزة التي يرتكز عليها المغزاوي ومن ورائه حركة الشعب هي عودة الحقوق الحريات كما يقولون أنها فقدت، هذا هو السبب. نعم، إذن هذه الورشة المهمة أستاذ زهير ربما نتحدث عن ملف الحقوق والحريات، كيف يمكن بلورة مشروع توافقي بين جميع التونسيين في هذا السياق؟ والله أعتقد أنه النقاش الآن هو في هذه المسألة بالذات. البعض يقول بأن السيد قيس سعيد كانت لديه رؤية وافقوه في البداية قطاعات واسعة جدا حين ذهب بما رآه أفضل لتونس بعد 25 جويلية. والبعض يقول أن الطريقة لم تكن توافقية، أن السيد قيس سعيد ربما جاء بمشروعه برؤيته ومررها وربما لم يكن هناك نقاش واسع جدا مع باقي الشركاء، ولذلك البعض ربما ينتقده في هذا الجانب. لا ينتقدون يعني الأهداف في حد ذاتها، إنما الطريقة. نعم. الطريقة، ولذلك مسألة التوافق والعودة إلى التوافق، بناء التوافقات الوطنية كما كانت في فترة معينة، هذا مطلب الآن لقطاعات واسعة خاصة في جزء من المعارضة، وإن كان المعارضة أيضا يعني نقول أيضا كمراقبين أن لا توجد معارضة واحدة في تونس، هناك معارضات ديزوبوزيسيون، وربما يعني يجتمعون في يعني معارضتهم للحكومة للرئيس، هذه هي المعارضة، يعني يجتمعون حول ما يرفضون ولكنهم لا يتوافقون ولا ومنقسمون ومختلفون حول ما يريدون. يعني حتى في قضية الموقف مثلا من الرئاسيات، بعضهم ضد المشاركة وبعضهم مع المقاطعة وبعضهم مع المشاركة، ولكنهم يختلفون، وربما لم تستطع هذه المعارضة أن تجمع نفسها كما كان البعض يمني النفس بأن تقدم مرشحا واحدا يستطيع مقارعة ربما أو منافسة الرئيس قيس سعيد باعتباره كما يقولون الأوفر حظا بالنظر إلى ما يتمتع به من تأييد في أوساط كثيرة. إذن قضية التوافقات هذه مسألة نقاش الآن، وربما بعد هذه الرئاسيات قد تكون هناك أجواء للعودة إلى بناء هذه التوافقات الوطنية على المسائل الجامعة كما يحدث في كل دول العالم. يعني نعم، إذا أستاذ وفاء مديرية نعم تفضل أستاذ زهير. الاختلاف شيء طبيعي كما قالت الأستاذ وفاء. نعم. قبل قليل، السياسة والديمقراطية هي شرعنة الاختلاف. والديمقراطية صحيح. هي مأسسة يعني التنافس السلمي على السلطة والفرز بين المشاريع، كان يفترض حتى مع هذا النقاش الموجود الآن بين أطياف المجتمع السياسي التونسي المختلفة أن الانتخابات تكون يعني آلية للفرز بالعودة إلى صاحب السيادة الشعب التونسي. الشعب التونسي في نهاية المطاف لو أن العروض كلها كانت موجودة والتيارات، فكان بالإمكان أن تكون هذه الانتخابات هي من يفصل في هذه الطروحات والرؤى المختلفة. طيب. طبعا جزء الآن من مؤيدي مثلا الرئيس الحالي يقولون بأننا ذاهبون للانتخابات على أساس أنه سنعود إلى الشعب التونسي وليفصل بيننا وبين طيب. من لديه رؤى أخرى، ولكن هو لم يتقدم إلى هذه الانتخابات. واضح. أستاذة وفاء، مديرية حملة مترشح العياشي زمال حذرت مما سمته دعوات غير عقلانية لمقاطعة الانتخابات، مثل هذا الخطاب من مترشح متابع قضائيا كيف يساهم في تعبئة الناخبين للانخراط في العملية السياسية في حد ذاتها؟
هو بالفعل في الحقيقة ما يعني قالها المسؤول على حملة المترشح رقم واحد العيشي زمال هو تقريبا يتبناه أغلبية الشعب التونسي. لماذا هذا الرأي بالمقاطعة؟ لماذا لا أعطي صوتي اليوم حتى بورقة بيضاء؟ لماذا؟ هي فرصة الحقيقة، فرصة كبيرة وهامة للشعب التونسي أن يقول كلمته اليوم وبصوت عالي ودون أي قيود، لأن كما ذكر الأستاذ قبل قليل نحن نعيش الديمقراطية وما زلنا رغم الهينات التي صارت ورغم العثرات والمطبات اللي شافتها تونس إلا أننا ما زلنا نتنفس ديمقراطية، وهذا مهم جدا. والاختلاف هو جزء كبير وهو يعني سبب مقنع اللي فما ديمقراطية في تونس، لكن أنه انقاطعوا الانتخابات وهي فرصة ثمينة جديدة في وقت إذا كان أنت تحب تعاقب يعني رئيس لم يقم بما أردته أنت، أنك أنت تعطي صوتك للآخر إذا كان أنت تحب تواصل معه وأقنعك بفعله وبانضباطه وب يعني انتمائه ويعني ومحافظته على السيادة الوطنية فلتنتخبه مرة أخرى فلتعطيه صوتك. إذا لم يعجبك الثلاثة فأعطي ورقة بيضاء. المهم المقاطعة هي سلاح يعني سلاح يعني مسلط علينا احنا على التونسيين أن تتقاطع وغيرك يقاطع، لكن ماهوش باهي في نهاية الأمر في فرز الأصوات في النتائج فيما في الأخير. إذا أنا أعتبره من موقعي كإعلامية أعتبره جبن ولا يمكن أن نواصل فيه، بالعكس أنا من منبري هذا من عندكم أنتوما أني أن نقول للتوانسة الكل لابد أنها تمشي تصوت بما تراه صالحا يعني من غير ضغوطات تمشي تصوت، لأن المقاطعة إلا تدعت إليها خمسة أحزاب تقريبا أو أكثر من المعارضة فعلا أنا لا أؤيدها شخصيا، ولكن حتى لو جاءت بطريقة أو بأخرى يعني مش وقته توا. في الوقت الحاضر لابد أن نذهب إلى مكاتب الاقتراع وأن نقترع وأن ننتخب ونشوف شكون الصالح. بالعكس هي يعني ضربة وسلاح ذو حدين، يا أما نعاقب يا أما نعطي الفرصة لغيره يا أما نعطيه هو الفرصة أكثر. هذا هو معناها منطق الأشياء وهي نعم. عملية يعني محترمة وما فيهاش حتى لبس، ولابد أن نحافظ على أصواتنا وأن نقوم بواجبنا وبحقنا، هو واجب وحق في نفس الوقت يعني. طيب أستاذ زهير، من خلال ما تحدثت به الأستاذة وفاء وأيضا من المعطيات الموجودة في الشارع التونسي وأيضا على مستوى المديريات الحملة حملات المترشحين الثلاثة، إجماع على الذهاب وإنجاح هذه العملية السياسية؟ مرة ثانية أعتقد بأن كلمة إجماع هنا يعني نأخذها بتحفظ، هناك طروحات ورؤى مختلفة، هذه هي هذا هو البيزاج بوليتيك تونيزيان في هذه الظرفية السياسية طبعا. لكن مع ذلك كما تفضلت قبل قليل تبدو حتى الأصوات المعارضة كما قلت قبل قليل مختلفة على ثلاث مستويات. المستوى الأول، هل نذهب إلى الانتخابات أم لا؟ بعضهم يقول نقاطع والآخر يقول لنذهب. ثم حين البعض في المعارضة الذي يؤيد خيار المشاركة لم يتفقوا كما قلت على أن يعني يبذلوا من الجهد بما فيه الكفاية لكي يقدموا مرشحا يكون بوزن يعني تكون لديه حظوظ لمنافسة الرئيس الذي تبدو كما تقول الكثير يقول الكثير من المراقبين يعني الأوفر حدا لأجل أن يخلف نفسه. والمستوى الثالث أيضا في موضوع في داخل المعارضة أيضا هو في الآليات، في خلاف مثلا في هل ننسق مع كل أطياف المعارضة الموجودة حاليا أم لا في موضوع التنسيق مع حزب النهضة التونسي. هناك من يقول نستمر في العمل معهم وآخرون يقول لا، ينؤون بأنفسهم عن التعامل بالنظر إلى وضعية قيادة هذا التشكيل السياسي. إذن لا شك أيضا أن وضع المعارضة بهذا الشكل يصب منطقيا في صالح المرشح قيس سعيد، لأنه سيدخل
يعني وراءه صفوف المؤيدين يعني مجمعة عليه، فيما تبدو المعارضة كما قلت في الطرف الآخر ليست على قلب رجل واحد كما نقال، ولذلك هذه ستنقص لا شك من حظوظ أن تحقق يعني أهدافها على الأقل في أمرين. نعم. بعضهم يتحدث عن لنجعل من هذا الموعد طريقا لصد الطريق عن على على السيد قيس سعيد. نعم. حتى لا يمر إلى إلى عهدة ثانية، وبهذا الشكل عدم المشاركة وعدم حتى دعم المرشح الذي يعلن بأنه يريد أن يقلب الصفحة. هناك مرشح معارض السيد العياشي، نعم، زمال، لا يحظى ربما إلا بدعم، لا أعتقد، نعم، إلا بدعم حركته، حركة عزيمة. طيب أستاذ زهير، والآخرين الذين يعتقدون بأن القطع الطريق يكون بطرق أخرى، أشكرك، إلى حد الآن كما قلت أشكرك لا يملكون من القوة ما يجعل الأمور تسير كما يريدون. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زهير أبو عمام محلل قناة الجزيرة الدولية، والأستاذة وفاء بن محمد الكاتبة الصحفية، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا وإعطاء كل هذه التفاصيل. إذن وأيضا الشكر موصول لشبكة مفادينا عبر ولايات الجمهورية التونسية وتغطيتنا لهذا الاستحقاق الرئاسي التونسي، متواصلة من هنا من هذا البلاطو بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات أو بمركز المؤتمرات بالعاصمة التونسية تونس، وعبر شبكة مفادينا عبر تراب التونسي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.